بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الخامسة في مادة الوسائط المتعددة هي Introduction to the Sound. ففي هذه المحاضرة راح نتطرق إلى الـ Basic Sound Concepts، مبادئ الصوت الأساسية، وأيضا نتطرق إلى الـ Computer Representation of sound، كيفية تمثيل الصوت باستخدام الكمبيوتر. معظم الإشارات السمعية هي يتم تخزينها بشكل ديجيتال فورم، ومثال عليها هي الـ MP3. مثل ما تشوفون، يعني امتداد الـ MP3 هو معناه صوت، وهذه الملفات الموجودة في الحاسوب مالك أو في الموبايل لما يكون امتداد MP3 معناها ملف صوتي. كذلك تسجل هذه الإشارات السمعية على CD أيضا بشكل ديجيتال. And in order to be heard through speaker they must be converted into analog signal. طبعا حتى نستطيع أن نسمعها باستخدام السماعات فلازم تتم تحويلها إلى analog signal. الـ digital to analog converter therefore found، وبالتالي حتى نسمعها فإذا هو موجود، هذا الدائرة الإلكترونية الـ digital to analog converter موجودة في CD players، أيضا موجودة في الـ digital music player، أيضا موجودة في الـ PC sound card، في كارتات الصوت للحاسوب مالتك موجودة هذه الدوائر الإلكترونية، أيضا موجودة في الـ Special Stand Alone Digital Analog Converter can be found in the Hi-Fi System. والـ Hi-Fi System معناها الـ Hi-Fi System معناها أنه الناس الذين يصغون إلى الموسيقى أو المحبي الموسيقى الحقيقة يشيرون إلى عملية إنتاج، إعادة إنتاج الصوت بكواليتي عالية، فنسميها هذا السيستم نسميه هاي فاي سيستم أو هاي فيدلتي. These normal take the digital output of the compatible CD. هذا راح طبعا تأخذ الأوتبوت من CD بلاير. وكذلك هناك ايضا ديديكيتد ترانسبورت اللي هي بيسكلي هي CD بلاير لكن without internal digital to analog converter. اذا هاي كلها تاخذها and convert the signal into analog line life output that can be fed into amplifier، وهذا يروح الى يكبر عن طريق الامبليفاير دائره التكبير، ثم يذهب الى السبيكر السماعات ونستطيع ان نسمع. Similar, digital to analog converter can be found. Digital to analog converter can be found in the digital speaker such as USB speakers, سماعات اللي هي نوع USB، كذلك في كارتات الصوت. أيضا in voice over IP internet protocol application the source must be first digitized for a transmission. الصوت يجب أن يتحول إلى digitized. So it is undergoes conversion via analog to digital converter. يعني من بدنا نحوله إلى digital، فأول مرة راح يكون هو analog to digital converter and then reconstructed into analog using digital to analog converter on the receiving party. نجي إلى الأوديو، الصوت أو السمع. A multimedia application may require the use of speech, music and sound. طبعا كل تطبيقات الملتيميديا ممكن نحتاج فيها كلام، ممكن نحتاج فيها موسيقى، ممكن نحتاج فيها مؤثرات صوتية، وبالتالي هذه الأجزاء نسميها audio or sound elements. audio or sound element، إذا ما هي عناصر الصوت؟ هي هذا speech, music and sound effect. هناك عندنا نوعين من الصوت، الاوديو او سماع الصوت، راح يكون انالوج اند ديجيتال اوديو، انالوج اوديو اند ديجيتال اوديو.
ما الفرق بينهما؟ Analog audio refers to the original sound signal. يشير إلى الإشارة الرئيسية أو الأصلية للصوت، يعني analog. أما digital audio refers to the digital sampling of the actual sound، يعني الموجة الموجودة هناك. الأنالوج راح نسوي لها عملية sampling وثم نسوي لها quantization. The sound used in multimedia راح يكون الصوت المستخدم في الملتيميديا طبعا راح يكون هو عبارة عن صوت رقمي digital audio. ما هي أصناف الصوت؟ أصناف الصوت راح يكون هو voice كلام، music موسيقى، والساوند إيفكت. هذه نسميها الكلاسيس. فإذا ممكن يجيك بالمالتيبل تشويسز أو ممكن صح وخطأ، راح يكون ما هي الكلاسيس أوف ساوند. فهي ثلاثة: voice music and sound effect. إذا voice only no، music only no، وهكذا. ما هي مميزات الأمواج الصوتية؟ هناك عندنا ميزتين الأمواج الصوتية: ميزة السعة الامبليتيود اللي هي معناها power or intensity of sound، يعني شدة الصوت. شدة الصوت. The louder the sound, the larger the. فكلما كان الصوت شديد، كلما كان السعة مالته راح تكون عالية جدا. الصفة الثانية للصوت راح يكون هو الفريكونسي، بما أنه موجة فإذا هو إلى تردد. إذا ما هو الفريكونسي؟ هو the rate of sound إلمه، هو نسبة، هو معدل قياس الصوت. The higher the frequency، كلما كان الفريكونسي عالي، كلما كان الصوت أكثر وضوح. وهذا مثل ما تعرفون في السيديات تسجل في سامبل أو في فريكونسي جدا عالي، النتيجة راح يكون كواليتي الصوت أعلى بكثير من الماجنتيك تيب المستخدمة. إذا ما هي خصائص موجات الصوت؟ هي عبارة عن الامبليتيود وهي عبارة عن الفريكونسي. ما هي الامبليتيود؟ لاحظوا الامبليتيود، هذه عندي موجة صوتية، هذه الموجة الصوتية. الامبليتيود هو ارتفاعها عن خط المنتصف هذا الموجود. فنسمي امبليتيود بيرسيف از فوليوم اور لاود، يعني تترجم بشكل حجم الصوت او سعه الصوت او شده الصوت. هذه الموجه هي عباره عن داله الى الزمن، وبالتالي راح يكون ضغط الهواء. هذا راح نجي شنو هذا المفهوم الموجود هنا له علاقه مع التايم، فيعطيني هذه الموجه. البيريود لهذه الموجه هي المسافه بين الفترة الزمنية المستغرقة بين تقعر وتحدب الموجود هنا، هذه نسميها البيريود. لذلك الفريكونسي هو مقلوب البيريود، reciprocal value of the period، or represent the number of period per second، أو هو يعني لما نأخذ نقطة هنا كم موجة تمر خلال الثانية الواحدة، نسميها أيضا تردد. بيش نقيس هذا التردد؟ نقيسه بوحدة اسمها الهيرتز. الهيرتز معناها cycle per second، يعني عدد السايكل، هاي نسميها سايكل بير سكند لما تمر من نقطة معينة في الثانية الواحدة. مختصر للتردد، أحيانا نستخدم الكيلو هيرتز في الترددات الصوتية. كيلو هيرتز معناها ألف أوسيليشن بير سكند، ألف هيرتز. كيلو هيرتز معناها ألف هيرتز، بينما الكيلو بايت معناها 1024 بايت. ما هو علم الصوتيات؟ ما هو الأكوستيك؟ الأكوستيك is the science of the sound، هو علم الصوت. الصوت هو عبارة عن energy. إذن علم الصوتيات الأكوستيك هذا يهتم في دراسة الصوت، توليد الصوت، نقل الصوت، واستلام الصوت أو استلام الموجات الصوتية. هذا هو تعريف الأكوستيك. إذن ممكن يجي كل امتحان What's the meaning of acoustic؟ Acoustic تقول the science of the sound which is energy. طبعا sound هو energy، sound is energy. هذا يهتم في دراسة الصوت وتوليد الصوت ونقل الصوت واستلام الصوت. Sound is produced by vibration of matter. الصوت يتم انتاجه باهتزاز جزيئات المادة. فمن خلال vibration، pressure variation، التغيرات الموجودة في الضغط، are created in surrounding air molecules. يعني انت من تتكلم هناك عندك هواء، فالتغيرات اللي تحصل في الضغط، هذه التغيرات هي اللي راح تساعد في توليد الصوت بنتيجة الاهتزاز اللي حاصل في تلك الجزيئات. النتيجة راح نحصل على باترن أو نمط بشكل موجة.
إذن هذه الموجة هي the wave is made up of pressure differences. وهذه الموجة مكوناتها تكون من الاختلافات أو الفروقات اللي تنتج بالضغط أثناء مسيرها أو انتقالها في الهواء. إذا كانت الموجة repeat the same shape, إذا كانت الموجة تعيد نفس الشكل, هذا شكل الموجة. وإذا كانت الموجة تعيد نفس شكلها فهاي نسميها periodic, يعني دورية, periodic sound source, موسيقى. هذه من يولد هذا البيريودك ساوند سورس؟ هي الأجهزة الموسيقية. إذا الأجهزة الموسيقية راح تنطينا موجات لها نفس الشكل في مع الفترة الزمنية, وبالتالي تصير عندك مثل النغمات, تصير عندك نغمة منتظمة, والصوت راح تسمعه بنغم أو بنسق واحد, هذا نسميها بيريود. بعض الأجهزة اللي هي نون بيريودك ساوند مثل إيش؟ اللي هي العطاس مثلا, اللي هي السعال, اللي هي الدرام, الطبلات, فتنطيك بالتالي موجات صاعدة نازلة وليست منتظمة أو منسقة. كيف ينتقل الصوت؟ الصوت هنا ينتقل by molecular pumping into each other, ينتقل من خلال جزيئات اللي تتضغط مع بعضها البعض الآخر, وبالنتيجة راح تعطيني الصوت, ينطيني موجة نسميها continuous wave that travel through the air, تنتقل خلال الهواء. كم سرعة الصوت في الهواء؟ بالتأكيد سرعته هو 330 إلى 340 متر بالثانية. كيف يمكننا أن نتحسس الصوت؟ من خلال قياس مستوى الضغط في نقطة معينة, خلال مستوى, يعني من أحكي وأخلي مايك في مسار الموجة في تلك النقطة, إيش قد هو يكون مستوى الضغط راح ينطيني يتحسس لي القياس الصوت. شلون أستلم الصوت؟ الصوت أو أسجل الصوت هو receiving microphone is used microphone in sound field moves according to the varying pressure exerted on it. يعني المايك من خلال الموجات الساقطة عليه يتم تسجيل الصوت فيه. ايضا هناك دائرة ايضا بامكانها ان تحول انرجي انتو فولتج في ضمن المايك. هذه الترددات الضغط او الاختلافات الموجودة في الضغط راح تتحول الى فولتيات او ما يسمى بالالكتريكال انرجي او اشارات كهربائية. كيف نرسل الصوت؟ فسندينج راح يكون سبيكر ترانسفورم الكتريكال انرجي انتو ساوند ويف. السماعات راح تنشر لهاي الموجات المتولدة هنا, الإشارات الكهربائية اللي أنا سجلتها بالمايك, راح السماعات راح تنقل هذه الطاقة الكهربائية أو تحولها عفوا إلى موجات صوتية أنالوج نستطيع أن نسمعها. ما هو الويف؟ الويف كل موجة طبعا لها طول موجة نسميه ويف لينث, والويف لينث هو ديستانس travel in one cycle. يعني هذه هي موجة, فإذا wavelength هي distance اللي تنتقل في موجة في دورة واحدة, هذه one cycle. فإذا هذا هو الطول الموجي الموجود لتلك الموجة. بالنسبة العلاقة بين الطول الموجي وبين سرعة الصوت, سرعة الصوت v sub w تساوي للفريكونسي في wavelength l اللي يكون الطول الموجي. فلو كان عندي موجة ترددها 20 هرتز راح يكون الطول مالها 56. منين جاء من هنا؟ سرعة الصوت 340 متر بالثانية, نقسمها على 20 الموجودة هنا, نقسمها عفوا على التردد 20, نعم, فراح يطلع لي ويفلنك يطلع لي بحدود 17 متر. 17 متر وشوية أضربه, كل متر هو عبارة عن 3 أقدام وشوية, 3.1, فراح يطلع لك بحدود 56 فيت. إذا كانت الموجة 20 كيلو هرتز فراح يكون طولها 0.7 إنج. هذه العلاقة اللي تنظم بين التردد F frequency وبين اللامدا الويف لينث وبين السبيد لسرعة الصوت. طبعا احنا عندنا موجات هناك طويلة long wavelength, شوفوها هاي الموجودة بمعنى انه low frequency, موجات قصيرة معناها هاي فريكونسي. هاي منين جاء من العلاقة هنا؟ إذا فرضنا إنه سرعة الصوت ثابتة 340 متر,
فإذا العلاقة بين F ولامدا هي علاقة عكسية، بمعنى أنه راح تكون F F التردد راح يساوي لي 1 على لامدا، أي بمعنى كلما لامدا كبرت كلما كان التردد قليل وهذا لو فريكونسي، وكلما لامدا صغرت كلما يعطيني هاي فريكونسي. العلاقة هاي تم اشتقاقها من هنا الويف فيلوسيتي، أي سرعة أي موجة مثل المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، V يعني لامدا أوفر T، وبالتالي أستطيع أن أحصل على الفريكونسي اللي هو 1 على T، اللي فريكونسي طبعا 1 على T مثل ما قلنا قبل شوي هو مقلوب البيريود، وأن أحصل على العلاقة إن الويف فيلوسيتي اللي هو أو الصوت راح يساوي الفريكونسي مضروب في اللامدا كما موجود في هذه العلاقة. الفريكونسي راح قلنا يمثل number of period in a second في خلال الثانية الواحدة، عدد الدورات الفترات الموجودة في الثانية الواحدة يقاس في الهرتز، والهرتز معناه سايكل بير سكند، والمختصر الرئيسي للترددات هو بالكيلو هرتز اللي هو ألف سعيد. وقلنا الفريكونسي كمختصر هو reciprocal value of the bell. هسه نيجي إلى حقيقة وهي أن human hearing frequency إيش قد يستطيع أن يسمع لنا، يعني أذنك البشرية إيش قد تسمع تردد؟ تردد السمع من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، بس كلامك أنت كشخص راح يكون من 500 هرتز إلى 2 كيلو هرتز 2 كيلو هرتز. ولذلك راح نشوف هسه بعد شوي بأصناف الصوت هاي الموجودة هنا أنه الهيومن رينج from 20 إلى 20 كيلو هرتز راح تكون هي عبارة عن أوديو سونيك، يعني موجات صوتية، وهي كما موجودة في الموسيقى. إذا نسمع موسيقى لأن الموسيقى التردد مالها يقع ضمن هذا، كلامك كشخص يقع بين ذلك. الصوت طبعا هنا يقسم إلى هذه أنواع الصوت، إنفراساوند يعني من 0 إلى 20 هرتز، الهيومن رينج من 20 إلى 20 كيلو هرتز، الأتفاق الصوتية راح يكون عندي from 20 كيلو هرتز إلى 1 جيجا هرتز، والهايبر ساوند راح يكون from 1 جيجا هرتز إلى 10 تيرا هرتز. طبعا لهذه كل واحدة منعتهم إلها تطبيقات معينة، لاحظوا هذا مثلا في الموسيقى، لاحظوا هنا في الأترا ساوند في الموجات فوق الصوتية يستخدم في الطب والكشف عن الجنة، هايبر ساوند يستخدم أحيانا في الضوضاء ويستخدم أيضا في العقوبات الإزعاج، وأيضا يستخدم في النفط لعملية الكشف عن آبار والغاز الموجود تحت سطح الأرض. الامبليتيود قلنا هي عبارة of the sound is the measure of the displacement of the air pressure wave from its mean، يعني مثل ما قلنا لكم قبل شوي انه لما عندي موجة بهذا الشكل فهو اش قد السعة عن المين لهذه الموجة، اش قد الارتفاع، اش قد القياس راح نمثله هو بالامبليتيود. هنا subjectively unheard as loudness measure in decibel، طبعا الصوت يقاس بوحدة اسمها الديسيبلز او ما نسميها الدي بي. دي بي هو وحدة قياس شدة الصوت، ممكن يجيك تعريف define دي بي، اذا نقول هي وحدة قياس الصوت measures in decibel. ايضا هذه لو كانت الديسيبل قيمتها زيرو معناها essentially no sound here، يعني ما راح تسمع اي صوت، ما راح تسمع اي صوت. اذا كان قيمتها 35 معناها quiet home، يكون بيت هادئ، لا تلفزيون بيعالي، لا أطفال يكون طولون أصوات ولا حركات فيه. 70 دي بي هو نويسي ستريت، الازدحامات والشوارع المزدحمة. وال 120 دي بي طبعا ديسكومفورتبل، يعني يكون جدا غير مريح، وهذا يعتمد عليه لما تريد تأسس مصانع، ما ممكن تخلي مصنع في أصوات في ضمن حي سكني، السبب لأنه هذا راح يولد مشاكل للسكان، وبالتالي فلازم تحسب حساب قيمة شدة الصوت الموجودة. إذن الدي بي decibel measurements is actually the ratio between the chosen reference point. إحنا قلنا الصوت لما المايك نسجل نسجله في نقطة معينة. The reference point on the longitude scale and the level that actually experienced. هذا هو تعريف الدي بي. أو بشكل مختصر وحدة قياس شدة الصوت. نجي الى الاوديولوجي، علم السمعيات او علم الصوتيات، ايضا ديسيبلين
interested in manipulating the acoustic, يعني هو العلم اللي يعالج الإشارات الصوتية that can be perceived by human, ممكن اللي هي علم السمعيات أو يعالج الموجات اللي ممكن يتم استلامها عن طريق البشر نحن كبشر. معظم تطبيقات المالتي ميديا هنا هي in the form of music, يعني بصيغة موسيقى أو بصيغة كلام مثل ما يشوفون الأخبار الإعلانات. دائما الصوت إما كلام أو تكست, يعني يترجم إلى صوت أو هو عبارة عن موسيقى. الساوند هنا راح يكون هو audio sonic frequency range is primary important for multimedia system. إذا music signal يقع هذا الرنج, إذا كان صح وخطأ يجيك في الامتحانات فلازم تعرف إنه مدى الموسيقى يقع ضمن هذا الرنج 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز. كل الموجات اللي in the audio acoustic frequency في الترددات السمعية range في مستوى أو في مدى الترددات السمعية نسميها acoustic sound, إذن موجات سمعية. حتى أستطيع أن أسمع صوت باستخدام نظام الأوبريتنج سيستم الويندوز فأنا أحتاج إلى كارت صوت, فدعم الكمبيوتر مالك بكارت صوت تلقيه هنا موجود علامة الصوت, وهذا يساعدك في أن تسمع صوت الموفيز أو الإعلانات أو الموسيقى أو الأغاني إلى آخره. طبعا هذا الكارت with correct driver لكل كارت صوت, لكل هارد كومبوننت إلها لازم درايفر installed in your PC, يتم عملية تنصيب على البي سي. And from the control panel choose sound icon to find some sound in the sound control panel. طبعا من تروح على الويندوز هنا راح تلقي عدة أصوات عديدة, مثل ما أنت اليوم في الموبايل مالك محاطين لك عدة أصوات لغرض أن تسمع الدقة مال الموبايل, أو لغرض عن الاتصال يجيك تخلي له فد نغمة معينة أو موسيقى, فكلها موجودة عدة أنواع. هذا نفس الشيء موجود حقيقة بالويندوز, بس عادة الويندوز الموجود في الموجات الموجودة الصوت الملفات الصوت الموجودة هي امتدادها دوت ويف دوت دبليو اي في معناها صوت, دوت ام بي 3 معناها صوت. هذه هي الموجات الصوتية. إذا هنا راح يكون عندي حقيقة من الصوت, يعني from sound to signals, من الصوت كأنالوج ككلام تحكي إلى إشارات كهربائية. فإذا ال device such as my mic can be used to sense الميكروفون حتى يستخدم لتحسس التغيرات الموجودة في الضغط. The peaks and through at a particular point in space, يعني سواء كان البيك مالت الموجة أو الانخفاض كأنما مثل ما يسمح الإنسان, يعني أنت من تسمع شيء صاعد نازل فالمايك نفس الشيء راح يسمع اختلافات في التردد ويبدي يسجل. الالكتريكال سيجنال known as audio signal إشارة سمعية which describe the local change in the air, اللي طبعا دائما اللي توصف لي التغيرات الموجودة ضمن تلك ضمن الضغط الموجود في المكان اللي انت فيه, ودائما تكون هي دالة الى الزمن. لاحظوا هنا دالة الى الزمن, مثلا هذا هنا هذا المحور يسمى زمن, وهذه من 10 الى 100 ملي سكن, وهذه هي الساعة الموجودة, وهذا يمثل الصوت لكتاب وقع على الارض امامك. فنقطة الوقوع هنا راح شوفوا الصوت كلش عالي, ثم مع الزمن راح يقل الصوت يقل الصوت يقل الصوت الى ان يروح يختفي تقريبا هنا او يكون كلش ضعيف. فاذا الصوت دائما هو داله الى الزمن بالمايكرو سكند هنا, وهذا يمثل بموجه اللي هي ساين اكس اوفر اكس. في الشكل اللي قبل شوي شفتوه المجهول هو برشا هاز بين كونفرتد انتو الكتريكال فولتج اند waveform show depicts the voltage as a change in the time. The vertical axis اللي احنا قلنا هو عبارة عن show the voltage proportional to the air pressure, هو عبارة عن فولتية تكون
متناسبة أو متوافقة مع الضغط الموجود، يعني قد يعبر عن الضغط بدلالة الفولتية. الهوريزونتال أكسس راح يكون هو عبارة عن زمن في النانو في الملي سكند. The louder sounds will create a greater vertical lift. مثل ما شفتوا بالسلايد إنه the louder sound will be create a greater vertical displacement that swing in the air pressure due to the loud sound are greater. كل ما يكون الصوت قوي كل ما يكون السعة مالته قوية. طبعا because all audio signals are comprised of a sum of different pure tones each at time each at different frequency we can describe the signal the audio signal عدي راح يكون اقدر اوصف الموجات الصوتية بطريقتين. الطريقة الاولى نسميها time domain description. Time domain description how we can use the waveform that describe how the audio signal varies with respect to كيف تتغير الموجة الصوتية مع الزمن. مثل هذه الموجات نسميها الموجات time domain description of the signal. وهناك عندي هناك ايضا second way لغرض ان نوصف الموجة الصوتية نسميها الفريكونسي سبكترام او ما نسميه frequency domain description. يعني عندي طريقتين. الطريقة الاولى لاحظوها هذه مثلا ميل شخص قال كلمة information فلاحظوا كلمة information أمثل هذه الموجة الصوتية أمثلها بهذه الطريقة مع الزمن هذا محور الزمن وهذا amplitude راح أحصل على هذا الشكل هذا أسميه time domain لكن من أريد أمثل هذا الصوت نفسه لاحظوا أمثله هنا ما يسمى بالfrequency domain يعني frequency هنا مع الامبليتيود راح يعطيني فقط البيك الموجود هنا عندي فقط يعطيني البيك الموجوده في هذا فريكوانسي هذا فريكوانسي هذا فريكوانسي لاحظوا هنا اكو بشويه خشونه لانه هذا الميل يقول لما نجي على النساء لاحظوا هذه ايضا في ميل يقول سي لاحظوا وصول يعني حصول عمليه صوت يكون اكثر نقاوه اكثر صفاء ايضا هذا بالنسبه للزمن وهذا بالنسبة للامبليتيود بس لاحظوا من اريد اسوي بد الدلالة الفريكونسي لاحظوا عندي بس موجة واحدة موجة هنا ماكو عندي خشونة كما يحصل في الرجال ولذلك يكون صوت النساء هنا يكون صوت صافي اكثر وواضح اكثر مما هو اذا هاي الطريقة اسميها فريكونسي دومين وتلك الطريقة السابقة اسميها التايم دومين.